وأخيرا الصين كشرت عن أنيابها فرض عقوبات صينية على الولايات المتحدة. في تطورات دفاعية عالمية، أعلنت الصين فرضها عقوبات على شركتين دفاعيتين أمريكيتين، وهما شركة جنرال أوتوميكس لأنظمة الطيران وشركة جنرال داينامكس للأنظمة البرية الأمريكيتين، وذلك ردا على تورطهما في مبيعات الأسلحة إلى تايوان. وتشمل العقوبات التي دخلت حيز التنفيذ يوم الخميس منع كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركتين من دخول الصين وتجميد وصولهم داخل البلاد. وفي بيانها قالت وزارة الخارجية الصينية إن مبيعات الأسلحة إلى تايوان من قبل هذه الشركات تهدد بشدة الشؤون الداخلية للصين وتقوض سيادتها وسلامة أراضيها. ووفقا للوزارة، فإن استمرار الولايات المتحدة في بيع الأسلحة إلى تايوان يشكل انتهاكا خطيرا لسياسة الصين الواحدة والاتفاقيات المنصوص عليها في البيانات الثلاثة المشتركة بين بيجين وواشنطن. ومن الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي استمراراً للإجراءات العقابية التي اتخذتها الصين ضد متعهدي الدفاع الأمريكيين بعد العقوبات التي فرضتها العام الماضي على شركتي نورثروب جرومان ولوكهيد مارتن لأسباب مماثلة. وتعكس هذه العقوبات التوترات المستمرة بين الصين وتايوان من جهة، بين الصين والولايات المتحدة من جهة أخرى.